وعشان هيك في رسالة العبرانيين بيقول حامل كل الأشياء بكلمة نعم قدرته. قبلها بيقول إنه هو بهاء مجد الله ورسم جوهره، أي هو صورة طبق الأصل عن الله، مش صورة مشابهة لله، لكن هو صورة الله نفسه. يعني صورة الله هو رسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. المسيح نفسه قال عن حاله جملة مهمة جدا قبل ما يقول في متى 11 28: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال. الآية اللي كثيرين بيعرفوها من المسيحيين وغير المسيحيين، قال عن نفسه: تعالوا إلي. قبلها قال: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الآب، يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. فهذا تصريح خطير قسيس نزار. يعني المسيح بيقول: لا أحد يعرف الله إلا أنا، ولا أحد يعرفني إلا الله. فمن هو الذي لا يعرف، يعني يعرف الله بكل ما في الله إلا الله نفسه؟ فالمسيح يعرف الآب، الإبن يعرف الآب، والآب يعرف الإبن، والإبن هو الذي يعلن من هو الآب، لأنه هو كلمة الله، هو الذي يعبر ويتواصل مع الناس عن طريق شخصه.